وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، بعد تحية زيارة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، هل تحمل جديد في ضوء تصاعد الأحداث وتحميلات لنتنياهو لمسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما توجه به بلينكن من مطالبات بعدم إخراج المفاوضات بين الجانبين عن المسار؟ كيف تقرؤون توقيت تلك الزيارة وما يمكن أن تحقق؟ محاولة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هي مرحلة جديدة من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فعال في محاولة للوصول إلى هدنة وأيضا إلى صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى، خاصة مع تصاعد أعمال العنف في المنطقة، بالإضافة أيضا إلى تصاعد أيضا الاحتجاجات ضد بنيامين نتنياهو، ومن ثم يحاول بقدر الإمكان الخروج الآمن بالنسبة لبنيامين نتنياهو. بتصوري أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرة هي لديها رغبة حقيقية في عدم تفويت الفرصة، خاصة مع يعني من المحتمل اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة الثأر الإيراني وأيضا تدخل حزب الله والوعود بضرورة أن يكون هناك ضربة لإسرائيل على ما اقترفته من الاغتيالات في المرحلة الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بقدر الإمكان إلى الوصول إلى الصفقة، بالإضافة أيضا إلى استغلال الوسطاء من خلال الضغط على الأطراف، أيضا إقناع بنيامين نتنياهو بضرورة تقبل بعض المقترحات التي تم إرسالها من قبل حماس للوسطاء. أيضا هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية في محاولة شرح الرؤية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة أيضا الضغط على إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف بعدم استخدام المدنيين أو أيضا إدخال المساعدات بصفة مستمرة إلى غزة، خاصة مع تفاقم طيب الأوضاع. بالنظر للمؤشر الصعودي للتصعيدات الإسرائيلية وعلى أكثر من جبهة، هل تذعن إسرائيل لهذه المطالبات الدولية بالامتثال وبالسماح بإتمام وإنجاح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين أم ماذا؟ يعني أنا في تصوري أن إسرائيل الآن في أضعف حالاتها، خاصة مع السخط الشعبي في داخل إسرائيل، أيضا مع المظاهرات في العواصم العالمية للتنكيل للممارسات الإسرائيلية الوحشية وعمليات القتل الممنهجة والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيضا الاستيلاء على المعابر وعدم إدخال المساعدات بصفة مستمرة. الوضع الإنساني وضع متدهور بشهادة المنظمات الدولية. أيضا تحاول بقدر الإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج بصفقة لتبادل المحتجزين، وذلك حتى يستطيع بنيامين نتنياهو يعني حفظ ماء الوجه أمام الشارع الإسرائيلي بأنه حقق انتصارات من قبل. أعلنت إسرائيل بأنها أنهت العمليات العسكرية في غزة، إلا أنها ما زالت تستهدف المدنيين، ما زالت تستهدف البنية التحتية. هناك شروط تعجيزية تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها على التفاوض، منها على سبيل المثال عدم إدخال الفلسطينيين إلى الشمال غزة إلا بعد التفتيش، أو أيضا التدخل أيضا واستخدام حق النقد في بعض الأسماء التي تم طرحها في الإفراج عنها في السجون الإسرائيلية. ومن ثم يحاول بقدر الإمكان بلينكن التوصل إلى تفاهمات، تقريب وجهات النظر، الاستماع إلى الرؤية المصرية والقطرية في محاولة لأتمام هذه الصفقة، خاصة الكل يعلم أن الانتخابات الأمريكية على الأبواب، وبالتالي هو يحاول تحقيق نصرة سياسية، بالإضافة أيضا إلى وجود هذه التفاوضات على مراحل، ومن ثم يحاول بقدر الإمكان تحقيق. لكن اللافت أن إسرائيل ممارساتها الصارخة لا تقتصر فقط على غزة، وذلك يشكل جرس إنذار بالنسبة للمنطقة بأسرها. أشكر جزيل الشكر على هذه المتابعة والتحليل، أستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام.